باشمهندس زيد، تفضل. الله يزيد فضلك باشمهندس. البداية فعلا يعني كانت، خليني في البداية أشكرك جد، شكرا جزيلا على كل معلومة أعطيتني إياها سواء كانت صغيرة أو كبيرة. فعلا من الدورات اللي استفدت منها على المستوى الشخصي، استفدت منها خلينا نحكي أكثر من 90%، مع أني ما كنت متوقع هذا الإشي. بس اني كميكانيكال انجينير وكنت ماخذ فكره عن السولر انه مين اللي حيكون شغل كهرباء وكيبلينج واشياء زي هيك. ففعلا كانت دوره من اكثر الدورات اللي استفدت منها. طبعا من ناحيه المشاريع وطريقه تسلسل المعلومات، طريقه اعطائها، وانه كيف احنا المشروع كنا نحله كهوم وورك وبعد هيك نرجع نحله مع بعض، كانت كثير لها فائدة وخلت عند الواحد ثقة، ثقة في إنه أنا قادر إني أصمم ويطلع معي نتائج، ونتائج مشابهة لمهندسين ممكن يكونوا خبرات في مجال التصميم. ففعلا شكرا لك، والله يجزاك عنا كل خير، وطبعا تشرفنا بالشباب جميعا.